السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الناس ممكن تكون شغالة على الملف أو على المشروع وحد فتح الملف في سنتر غلط، فلما يجي يعملوا سنترايزيشن تواجه مشكلة ما نعرفش مين اللي فتح سنترال. ففي أداة ورك شيرنج مونيتور، ودي بتيجي مع الريفت، هتلاقيها في ادنس ورك شيرنج مونيتور، أو ممكن تفتح قناة ستارت وتقول له ورك شيرنج، فتقدر تفتحها من هنا. اي يجيب لك كل الناس ويقول لك اذا كان هو شغال على اللوكال ولا سنترال. لو سنتر بيديك لون احمر، ويقول لك البروجريس، هل هو بيعمل سيف، هل هو بيعمل ايه، وبقاله قد ايه، ولو حد بعت لك ريكويست او في اي نوتيفيكيشن يبدا يجيبها لك. وطول ما انت فاتحه تقدر تراقب كل المشاريع، يعني ده مش مشروع واحد، لا مشاريع كتير جدا. ولو حد بعت لك ريكويست والريفت معمول له مينيمايز، يبدا يجيب لك ان حد بعت لك ريكويست. ولما تدخل في الاوبشن بيبدا يقول لك keep the work sharing monitor window on the top، يعني خلي ده في التوب، طول ما انا شغال تفضل هي اللي ظاهرة قدامي. وفي ديسكتوب alert بيبدا يديك تحذيرات، ممكن تخليها كل مثلا 7 ثواني. السنتر فايل هيبدا يعرض لك التحذير دوت، لو حد عمل سنكرونيزيشن، لو حد عمل سنكرونيزيشن وفشل، لو حد حاول يعمل ريلود ليست وما نفعش، ويبدأ يجيب لك النوتيفيكيشن، تحذيرات او توضيحات او طلبات طول ما انت شغال. وهنا بتلاقي بعض المعلومات الخاصة بأداء الجهاز بتاعك.